حسام فطاني شاب من مكة المكرمة عاشق للقهوة، وتطور هذا الحب إلى مشروع مقهى. الحماس كان جميل، المشروع أصبح واقع، ولكن مع الوقت كان هناك تراجع في المبيعات واقترب كثيرا من الفشل. كاد المشروع أن يموت، ولكن حسام قام ببعض التغييرات السريعة لإنقاذ الموقف حتى نجح. طبعا القصة كاملة مع حسام فطاني عبر سكايب من مكة المكرمة. أهلا وسهلا حسام، ومنورنا في ساعة شباب. وصراحة أنا شخصيا متحمسة أعرف شلون حولت مشروعك من فشل إلى قصة نجاح. ألو، مساء الخير حسام. ألو، شفتوا كيف الحماس كذا من البداية؟ ألو، مساء الخير حسام. عموما مشاريع القهوة الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير، وتحديدا بين الشباب. صرنا ما شاء الله تبارك الله بنشوف الكثير من المشاريع اللي بيبتكروا شيء جديد، أنواع من القهوة المختلفة، التحضيرات أيضا، الأجواء اللي بتكون موجودة سواء من الفوتراكس إلى المحلات والمقاهي اللي أصبحت موجودة. أيضا العروض، زي ما أنتم شايفين العرض في تقديم القهوة بأشكال ورسومات مختلفة. فالكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع، تحديدا كلامنا راح يكون عن القهوة مع حسام فطاني، اللي إن شاء الله بإذن الله حنتعلم منه الكثير اليوم. مساء الخير حسام. مساء النور، هلا وسهلا. هلا، منورنا في ساعة شباب. وخليني أبدأ معك بأول سؤال، إيش اللي خلاك أول ما تبدأ مشروعك تروح للقهوة؟ والله هو كان شغف قديم يعني، وهواية وحب طورناه لعمل، والحمد لله أنجزنا فيه، ويا رب لك الحمد. الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. طب وقت تنفيذ الفكرة، يعني إيش كان التصور وإيش اختلف معاك بعد ما صار هذا المشروع واقع؟ وخصوصا يعني أي مشروع ممكن يكون مشروع العمر. أي ألو، أي ألو حسام، تسمعني؟ أي أي أسمعك. وقت تنفيذ الفكرة إيش كان التصور وإيش اختلف معك بعد ما صار هذا المشروع واقع؟ ايوه، هو كان التصور انه نفتح مشروع ندوق الناس من الشغل اللي احنا عاملينه، والحمد لله يا رب لك الحمد. كان يعني بدا البدايه في 2019 وعملنا المشروع، والحمد لله كانت الانطباعات الاولى جدا ممتازه يا رب لك الحمد. واتوقع يعني بعد في ازمه كورونا او جائحه كورونا واجهت الكثير من الصعوبات، قلت ايضا المبيعات عندك في القهوه، وكنت يعني حتقفل هذا المحل، فنبغى نعرف ايش هذه الصعوبات عشان نتعلم منها. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني حاولنا احنا كمان نشتغل بنفسنا ونوصل مع للزبائن، بنوصل لهم الطلبات بنفسنا يعني. والى الحمد لله انتهت الجائحه يا رب لك الحمد. الحمد لله. يعني هذه الصعوبات بس اللي واجهتكم، ما واجهتك اي صعوبات ثانيه؟ واجهتنا صعوبات يعني، كان المبيعات والدخل على غير المتوقع. ولكن الحمد لله انه يعني الحمد لله تجاوزناها. وخصوصا ان كانت المنافسه ايضا كبيره عندكم على ايوه، المنافسه ما شاء الله تبارك الله كبيره. صحيح. طب يمكن صحيح المنافسه كانت كبيره. جميل. يمكن الكثير من الشباب عندهم مشاريع ويهمهم انه فعلا يعرفوا الخطه اللي عملتها عشان يرجع المقهى ينجح، وش سويت؟ حسام؟ الو؟ الو؟ ايوه، الصوت بيقطع بس بيروح ويجي الصوت. لا اتس اوكي. يمكن الكثير من الشباب عندهم مشاريع ويهمهم يعرفوا ايش الخطه اللي سويتها لانجاح مشروعك. والله احنا غيرنا البزنس موديل، يعني كان في البدايه انه ممكن نستقبل الناس في محل كبير، ولكن ما كان على قدر الطموح يعني الدخل، فغيرنا البزنس موديل، فخليناه انه هذا المقهى مقهى الحي اللي هو النيبرهود كافي يعني. جميل. طب القيمة التنافسية مهمة حسام، الأسعار، المكان والديكور، أيضا المنتجات والخدمة،
لازم تكون خدمة جدا ممتازة، فإيش اللي قدرتوا تنجحوا فيه أكثر من غيره؟ ألو حسام، شكلك بتاخذ طلبات وانت تتكلم معاي. يبدو انه فقدنا الاتصال مع حسام، ولكن كنا متحمسين صراحة نعرف اكثر عن قصة نجاحه وتحويل المقهى الى مقهى ناجح في مكة المكرمة، ولكن ان شاء الله باذن الله نرجع نتواصل معاه ثاني او ممكن نستضيفه في فقرة ثانية. اتمنى له كل التوفيق، شكرا لك حسام، ونحن اكيد مكملين معاكم بعد الفاصل. سلطنة الخميس، انتظرونا. We'll be right back.